محدش هيدي حد حاجة، محدش هيدي حد حاجة، ولا حد هياخد من حد حاجة. شوفوا، شكرا جزيلا. لكن أنا بقول لكم، إذا كتير من الناس يعني الحملات والسياسة والكلام من هذا القبيل، ويجي يقول لك إن شاء الله ربنا حسب، لكن يا ترى في يقين حقيقي على الله بأن الأمر كله لله، وأن ما حدش بياخد أكتر من نصيبه وبيقبل نصيبه، ولا يقاتل عليه، يقاتل من أجل بلده، لكن نصيبه ده بتاع ربنا. وأنا بقولها لكم من قبل ما نبدأ الكلام خالص، عشان دي دولة، وكان مشكلتها في السنين اللي فاتت إن هم هزوا ثقة الناس فينا، مش فيا أنا، في نفسهم. الناس ما كانتش مصدقة إن ممكن نعمل طريق أو كوبري، واستكتروا على نفسهم طريق وكوبري. تخيلوا، الناس استكترت طريق وكوبري، قال لك يا ده كتير كتير. إيه يا راجل، ده لسه بدري قوي، لسه بدري قوي من العمل والجهد والمصابرة. اسمعوا، لو كان البنى والتنمية والتقدم تمن الجوع والحرمان، اوعوا يا مصريين ما تقدموش، اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل احسن. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، لو كمن تمن التقدم والازدهار للأمة إنها ما تاكلش وما تشربش زي ما الناس بتاكل وتشرب، ما تاكلش وما تشربش. يقول لك أنت بتقول إيه يا عم؟ يقولوا هما بقى مسكين الكلام ده. اسمعوا لو سمحتم، ادوني فرصة أقول الكلمتين عشان لسه برنامج طويل قوي. يا جماعة، يا جماعة، أنتوا عايزين تقول لكم مكان على الخريطة في دولة 95% منها أرض صحراء، صحراء 95% صحراء. اسمعوا كلامي لو سمحتوا، من فضلكم، احنا بنتكلم ان المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وان المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. يعني هم بيتحروا الكذب وهم عايزين يبقوا مكتوبين عند ربهم كذابين، كذابين، مخربين، مدمرين. كل يوم بيعدي على شعب يتنكد عليه، والله حجم الاسم والظلم اللي بيتحملوه الأشرار فوق خيالكم. هم فاكرين العملية ماشية كده؟ لا، مش ماشية كده. نرجع بقى لقناة السويس. الثقة المفقودة والأمل الضايع اللي كان بيشكل جزء من وجدان المصريين، كان أول حاجة في قناة السويس وإحنا بنعملها محاولة إن إحنا نعمل مشروع نجمع الناس عليه، متخطط، وكانت هي قناة السويس درساه وعايزة تعمله خلال السنوات اللي فاتت، صحيح. لكن أنا هقول لكم على حاجة أول مرة أقولها في العالم كده. وإحنا بنعمل ده كان أشرف سلمان، دكتور أشرف، كان وزير الاستثمار، فقال لي يعني المصفوفة المالية للمشروع إحنا هنبقى نخلي بالنا، لأن إحنا يعني يعني عايزين نعمله باقتصاديات. قلت له طيب، بس أنا عايز أدي الأمل للناس. كانت الفايدة ساعتها 10.5%، صح كده؟ قلت لهم إحنا هنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة ب12% عشان تتحرك الناس وبسرعة يروحوا يحطوا فلوسهم ويقوم يحسوا إن في حاجة كبيرة هم بيساهموا فيها، ويخلص المشروع اللي ما يخلص في 3-5 سنة ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك، ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك.
ده ما كانش يتعمل أبداً في سنة، أبداً أبداً أبداً. ولكن ربنا سبحانه وتعالى الباني طالع، الباني طالع.